هنا بمخيمات اللاجئين الصحراويين تسطر المرأة الصحراوية ملحمة النضال والصمود، وتعد الدعامة الأساسية في مسيرة بناء دولة المؤسسات إلى جانب أخيها الرجل المرابط في الجيش الصحراوي. المرأة الصحراوية عوضت عليها ثورتها، عوضت عليها شعبها، بصمتها التاريخية دخلت يعني التاريخ من باب واسع بكل حرية وبكل يعني رياحية في مرافقة الدولة الصحراوية والجبهة الشعبية تحرير ساقية الحمراء وادي ذهب للمرأة الصحراوية، لأنها كانت صمام الأمان، لأن هي كانت الحاضن لهذه الثورة. المرأة الصحراوية وبتلا جانب خوها الراجل، بقات الرجال الدافع الدفاع عنا وترد المغاربة وتخبطهم، وتحررنا احنا تلانج الأرض محررة، وبدينا احنا نعدلوا ذاك اللي قالت نحدلوا. معنوية عالية لتحقيق هذه الأهداف اللي هي مؤمنة بها، مؤمنة عن حد ما عنده وطن ما عنده شيء. إذا هي ند إلى ند الرجل الصحراوي والمقاتل الصحراوي في جميع المجالات، بنات المخيمات يعني ربات التركة يعني موجودة فيها، موجودة مأطركة جميع المخيمات، خدمتهم يعني هي اللي خدمت الإدارة في المخيم، هي اللي لأنه الرجل الصحراوي موجود في القوى في الجبهات الأمامية. رغم ظروف اللجوء بقيت المرأة الصحراوية أيقونة للدفاع عن الوطن. المرأة الصحراوية رقم الظروف، رقم كل قلة الإمكانيات، ورقم اللي وخضت عليه من المآسي فترة الحرب، إلا أنها واكبت المرحلة بكل جدارة وبكل قوة وبكل ثبات وبكل صمود. كانت جنب الرجل في المعارك، كانت أيضا في خضم الحرب بنات المؤسسات اللي قرأت فيها أجيال بعد أجيال. اليوم هذا اليوم هو يوم رمزي ليس فقط للمرأة الإفريقية بل أيضا للمرأة الصحراوية، لأنه يجب أن لا ننسى أنه في إفريقيا ما زالت هناك مستعمرة وهي الصحراء الغربية. المرأة الصحراوية تحتفل بهذا اليوم مع بقية أخواتها الإفريقيات، إلا أن المرأة الصحراوية ما زالت تعاني من استعمار لأرضها الصحراء الغربية، وما زالت في كفاح لاستكمال الاستغلال. في هذه المحطة المرأة الصحراوية تقيم إنجازاتها في شتى المجالات. مسيرة الحافلة تلك التي تسطرها المرأة الصحراوية في شتى الميادين بآخر مستعمرة في إفريقيا.